نتواصل مع حضراتكم مع تواصل هذه التحديات وانطلاقة الشوط الخامس عشر الخاصة بفتح الابكار الاجذاع المحليات الاصايل من اشواط الانتاج والمنتجين. نسير مباشرة الى المقدمة الى الصدارة الى الانطلاق الاول والتحديات الاولى نتابع هنالك من بدأ بالانطلاق وبدأ بالتحدي يتواجد شعار نايف بن أحمد بن رحمة الشامسي مع انطلاق مياسة. مياسة تأتي على المركز الأول بينما المركز الثاني مصيحة لسيد حمد بن صالح بن حمد القمرة النابت من يحتل المركز الثاني. ننتقل مباشرة إلى ثالث المراكز لنتابع هنالك التواجد مع الوطن السعيد بن الصغير بن علي بن يزرب العامري يتواصل هنا على مستوى المركز الثالث بينما المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام الشايبة حمد بن سعيد بن حمد بن حمرور وصل على المركز الرابع والمركز الخامس مشاهدينا متابعينا على أعزاء شعار بن رغش يتقدم الآن وأيضا الشاهنية سالم بن حمد بن جذوة العامري وصل على المركز الرابع المركز الخامس يتواجد شعار مياسة أحمد بن رغش من طبازة بن الدودة العامري المركز الخامس والمركز السادس هنالك سمرة القادمة بشعار السعيد بن عبيد السعيد السبوسي والمركز السادس المركز السادس الوارية محمد بن سعيد بن علي النعيمي وصل مع انطلاق الوارية القادمة على المركز السادس والمركز السابع وصفة عبد الله بن حميد بن سهيل المقبالي وصل على مستوى المركز السابع والمركز الثامن هذا شعار العملاق العيناوي مع الخوارة سعيد القفر بن محمد العامري وصل مع انطلاق الخوارة على المركز التاسع المركز العاشر التواجد مع هملولة حمير بن عبد الله بن حمير المنصوري هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء للعشرة المراكز الأولى نعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط إلى الصدارة الأولى والانطلاق الأول والتحديات الأولى هنالك على الصدارة في هذه الأشواط المميزة أشواط الإنتاج الشخصي التي لقت اهتمام ورعاية واهتمام مميز هنا في عاصمة ميادين السباق ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة شعار بن قمرة على مقدمة الشوط حمد بن صالح بن حمد القمرة النابل تحت ضيوفنا الأعزاء القادمين من الدوحة القادمين من ميدان الشحانية تقدم مع انطلاق مصيحة على المركز الأول بينما المركز الثاني كانت تحديات مياسة نايف بن أحمد بن رحمة الشامسي من يصل على مستوى المركز الثاني يا سلام الثنائي المميز والمركز الثاني نتابع هنالك التغيرات والانطلاقات المميزة المركز الثالث نتابع هذا الشعار وهذه التحديات والأسماء الواصلة وصلت الشايبة حمد بن سعيد بن حمد بن حمرور المركز الثالث المركز الرابع تتواجد مياسة أحمد بن رغش من طبازة العامري على المركز الرابع والمركز الخامس الساح محمد بن مبارك بن حمد الخيالي مرحبا بك الخيالي من يقدم لنا الساعة القادمة على المركز الخامس والسادس التحديات هذه الخوار الخوارة وصلت الآن بشعار سعيد بن قفر بن محمد العامري من يحتل المركز السادس كما قدم لنا راهية في صباح هذا اليوم يا سلام مشكور بو خالد على هذه المعلومات المميزة بينما المركز السابع نتابع الشاهنية سالم بن حمد بن جذوة العامري القادم على المركز السابع وثامن التحديات نتابع الأسماء القادمة على المركز الثامن من بدأ بالوصول وبدأ بالتحدي هنالك المنطلقة وصفة عبد الله بن حميد بن سهيل المقبالي والمركز العاشر ختام هذه الجولة اللي نتابع الأسماء القادمة والمنطلق على المركز العاشر تتواجد حملولة
عمير بن عبد الله بن عمير المنصوري. هذه النتيجة وندائنا الثاني لهذا الشوط ولهذه الأسماء. ولكن عودتنا إلى الصدارة، إلى التحديات الأولى، إلى شعار بن قمرة، أحد الشعارات المميزة في عالم سباقات الهجنة العربية الأصيلة، مصيحة حمد بن صالح بن حمد القمرة النابث. يا سلام على المقدمة والصدارة والانطلاق الأول، وهذه من إنتاجه الشخصي، تنطلق هنا مصيحة على المركز الأول. المركز الثاني، ثاني التحديات والانطلاقات، هنالك الشايبة حمد بن سعيد بن حمد بن حمرور، ولكن أبقى مع مصيحة هنا على المركز الأول بشعار السندباد القطري، حمد بن صالح بن حمد القمرة النابت على المقدمة وعلى الصدارة. شعارك يا بن قمرة ياما وياما تميز وحصد من الرموز والأشواط الحساسة، اعتاد هذا الشعار على النواميس على الفوز والانتصار. نتمنى له التوفيق، وامنياتنا دائما وابدا ترافق الجميع. شعار بن قمرة مع مصيحة، ولكن دير بالك، اشوف شعارات قادمة، اشوف شعارات لها باع طويل في عالم سباقات الهجنة العربية الاصيلة. وصل هنالك شعار مياس احمد بن رغش بن طبازة العامري، وايضا العملاق العيناوي ابناء المسعودي، وصلوا على المركز الثالث. يتقدم راعي الخوارة سعيد بن مظفر بن محمد العامري على المركز الثالث. يا سلام، أسماء مميزة، شعارات عملاقة غنية عن التعريف. في المركز الرابع الشايبة حمد بن سعيد بن حمد بن حمرور، وصل على المركز الرابع. أربعة أسماء بدأت تتنافس من أجل ذلك الناموس، من أجل الفوز والانتصار كما يقول العمدة. الناموس هنا بثلاثة نواميس، ناموس الإنتاج، وناموس اللي هو ناموس الفوز والانتصار، والناموس الثالث ناموس الإنتاج. بن قمرة على المركز الأول، بن قمرة على مقدمة الشوط، يقدم لنا مصيحة، مصيحة هنا يقودها حمد بن صالح بن حمد القمرة النابت على المقدمة والصدارة. الدارة الأولى. المركز الثاني، انطلقت مياسة أحمد بن رغش بن طبازة العامري على ثاني التحديات. المركز الثالث والمركز الرابع لا زالوا هادين الأعصاب، العصافة الأبطان بدون أي أوامر، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط. الله مصيحة الأقرب إلى الناموس، الأقرب إلى الفوز والانتصار، يقدمها حمد بن صالح بن حمد القمرة آل نابت. سلام يا الدوحة، سلام يا السندباد القطري بقيادة راشد العمري، سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني، وصلت الشايبة حمد بن سعيد الحمد بن حمرور. المركز الثالث، وصلت مياسة أحمد بن رغش بن طبازة العام. المركز الرابع الخوارة سعيد بن ضفر بن محمد العامري. المركز الخامس الشاهنية سارة بن حمد من جدوى العام. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات في هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك صيحة حمد بن صالح بن حمد القمرة آل نابت السندباد القطري. 9:18 بالوفاي والتمام. مشكور راشد العمري على هذا الأداء. تهانينا والناموس. المركز الثاني كان الوصول المميز على ثاني التحديات. 9:19 جزء واحد من الثاني، توقيت الشايبة حمد بن سعيد بن حمد الحمرور. المركز الثاني كان الوصول على ثالث التحديات. 9:20 للوفاء والتمام، هو توقيت مياس أحمد بن رغش بن طبازة العامري. تهانينا والناموس. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، نتواصل من جديد من هنا، من أرضية هذا الميدان، ميدان الوثبة عاصمة الميادين. تابعت هذه الانطلاقات التي انطلقت لسن الإذاعة في هذا اليوم. الأشواط